عملية تجريف البروستات بالمنظار تعتبر من أكثر العمليات شيوعاً ونتائجها جداً ممتازة. زي ما أنتم شايفين، هذه هي البروستات وهذا مجرى البول. ندخل بالمنظار ونعمل عملية التجريف أو الكحت لأنسجة البروستات. زي ما أنتم شايفين هنا، نسيج البروستات نشيلها بالكحت أو بالتجريف، ونفضي تجويف البروستات بحيث أنه يكون في طريق للبول من غير أي انسداد. يعتبر علاج تضخم البروستات بحقن بخار الماء هو الأحدث والأسرع في الوقت الحالي. زي ما انتم شايفين هنا البروستات، وهذه أنسجة البروستات، ندخل في مجرى البول عن طريق المنظار ونحقن بإبرة البخار. طبعا يتخلل البخار هذه الأنسجة ويسوي لها ضمور مع الوقت بعد العملية. زي ما انتم شايفين نحقن في جميع أنحاء البروستات، وبعدين نحط قسطرة في مجرى البول. طبعا يعتمد على حجم البروستات، اوكي، ومع الوقت يصير في ضمور في البروستات وينفتح مجرى البول. طبعا العملية هذه تاخذ تقريبا 10 دقائق. صراحة انا اعتب على الرجال اللي عندهم تضخم في البروستات وعلى ادوية وما يبغوا يعملوا العملية. إذا الإنسان ما كان مرتاح على الأدوية، المفروض ننتقل للخطوة الثانية اللي هي العمليات. في تقدم كبير في العمليات، يعني عملية حقن البروستات ببخار الماء هذه 10 دقائق، وكمان ما فيها قذف ارتجاعي، بينما الأدوية تسبب قذف ارتجاعي، يعني المني ما يطلع على برا يرجع على المثانة. فمع التقدم العلمي الواحد المفروض يستغل ويستمتع بنعمة ربنا. ليش بتحرموا نفسكم من هذا الشيء؟ أنا أنصح إنه الواحد يسارع في عمل العملية. مثلا واحد عمره 60 سنة وما هو مرتاح للأدوية، يعملها الآن، ما ينتظر 5 سنين ولا 10 سنين. ما يدري إذا كان عمره 70 سنة أو 80 سنة، ممكن صحته لا سمح الله ما تسمح له إنه يعمل عملية تحت التخدير، التخدير ممكن يرفض. نخاف على كبار السن من حوادث السقوط في دورات المياه. من أكثر الحوادث التي تحصل لكبار السن هي السقوط في دورات المياه. ليش؟ لأنه عنده مرض البروستات، أوكي؟ تلاقيه طول الليل رايح جاي على دورات المياه، وهو كبير في السن، يدوبك يمشي وهو تعبان ما هو نايم كويس، يزحلق في الحمام، يكسر الحوض عنده أو عظمة الفخذ، وبعدين يصير طريح الفراش لا سمح الله. فسارعوا في عمل هذه العمليات في